كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، والتحية الأكبر لهذا الوطن. ونحن في ذكرى الاستقلال نحاول أن نلون هذه اللوحة الصباحية بألوان التربية الوطنية وبحديث مختلف عن ذكرى الاستقلال في إسقاط على الواقع السوداني وكيف يمكن أن نخلق هذا الانتماء للأرض وللوطن. سعداء في هذه المساحة أن نتحدث في جزئية خاصة عن المبدعين وعن المثقفين ودورهم في الحركة الوطنية ودورهم في الاستقلال، ويقيننا دائما أن البصمة الكبرى كانت للمثقفين في الاستقلال وفي لوحة الاستقلال. سعداء في هذه المساحة أن يكون معنا الدكتور الناقد عز الدين مرقني في حديث خاص في هذه الزاوية. مرحبا بك، صباحك خير وكل سنة وانت طيب. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين، وكل عام والسودان جميعا بخير إن شاء الله. كل عام وانت بخير. ونحن دائما في ذكرى الاستقلال نتكلم عن الاستقلال وما دار والسرد التاريخي لحكاية الاستقلال، لكن اليوم نحن صباحا عايزين نتحدث في زوايا مختلفة قليلا في حديث عن ربط هذه الأحداث بالواقع وكيف يمكن أن نحقق هذا الانتماء الوطني ودور المبدعين ودور المفكرين والمثقفين. فبداية في الرؤية الأوسع أو الأعمق للاستقلال، ماذا يعني الاستقلال؟ الاستقلال يعني طبعا في النهاية الذاتية للدولة الوطنية بالذات، البلد يحكم نفسه بنفسه، خروج المستعمر طبعا هو في النهاية هو الاستقلال الحقيقي، ثم بعد ذلك الإنسان الوطني هو الذي يحكم بلده بكل مقدرته بكل ثقافته، هو الذي يخلق كيانه كدولة مستقلة بعيدة عن الوصايا وبعيدة عن الاستقطاب وبعيدة عن كل ما يمكن أن يعيد المستعمر من جديد إلى الوطن مثلا. والدور المثقفين ودور المفكرين في الحركة الوطنية بالتأكيد كبير، يعني هو بدأ من قبل الاستقلال بأعوام. فخلينا نتحدث عن بداية يعني الحركة الوطنية للمفكرين والمثقفين في السودان. الحركة الوطنية طبعا أسسها المثقفون، يعني في النهاية نادي الخريجين وأسسوا أسست الحركة أو الحراك الثقافي في البلد من كبار المثقفين في الوطن، وانطلقت من بعد ذلك دعوات الدعوة للاستقلال والبعد عن الاستقطاب وأن نخلق وطن قوي بعيد عن هيمنة الاستعمار. ثم بعد ذلك جاء الاستقلال وهو في النهاية صنيعة ثقافية سودانية. صحيح. يعني نادي الخريجين يمكن هو يوم مؤتمر الخريجين كان في نهايات الثلاثينات، ولكن يعني في البدايات يعني كان حديث منذ اللواء الأبيض وقبل ثورة اللواء الأبيض، نتحدث عن مجتمع ومجموعة بروف الثقافية وغيرها اللي خلقت يعني البذرة الأولى في الاستقلال. طبعا يعني كل إفريقيا كده يعني الاستقلال في إفريقيا صنعوه المثقفون يعني. وأعتقد بأنه هذه ما يدل يعني الأندية الثقافية والمنظمات الثقافية والمجمعات الثقافية في السودان والتي بدأت قبل الاستقلال هي التي تكشف بأن بلدنا يعني فيه ثقافة قوية وفي تعدد ثقافي وفيه يمكن أن يكون للمثقف دور كبير، وفعلا هم الذين صنعوا الاستقلال في النهاية يعني. صحيح. وزي ما ذكرت هي خرجت منها مؤتمر الخريجين ومدرسة التشكيلية وغيرها من الحديث عن المثقفين وقتها. فخلينا في حديث أيضا عن ربط الأحداث بالواقع، لأي مدى المثقفين ممكن أن يخلقوا هذه التربية الوطنية والانتماء للإبداعي، لأي مدى يمكن أن يخلق تغيير إذا كان على الإطار المجتمعي ودور التربية الوطنية وغيرها. أنا دائما أتحدث لأنها هي التي تشكل يعني الحاضر المأمون للجميع، ونتحدث عن أجيال قادمة. وفي كل مجال من التعليم لحد من البداية لحتى آخر مراحل التعليم هم الذين يقودون البلد، يعني المتعلمين بالذات المثقفين. هذا لا يعني أن الفئات الأخرى، طبعا الثقافة مفتوحة لا تعني بأنه الإنسان اللي خرج من المدارس فقط، الثقافة مفتوحة للناس كلهم، وهي التي تجمع وتوحد، يعني ما بتفرق أبدا. والتعدد الثقافي في السودان بيوري بأنه نحن فعلا بلد غني جدا بالثقافة، ويمكن أن تقود الأجيال القادمة بعيدا عن الجهوية بعيدا عن القبلية بعيدا عن التعصب في كل مواقعه. أعتقد بأنه إن هذه الثقافة يمكن أن تقود البلد يوم من الأيام إلى بر الأمان يعني. صحيح.
صحيح، وزي ما ذكرت يعني هي السودان بلد غنية بالثقافات، والحديث عن المد الإبداعي في السودان يمكن يكون كبير، والإبداع في السودان بدأ يعني حتى قبل الميلاد، بدأ قديم، حدثنا عن 7000 سنة قبل الميلاد، حدثنا عن الحضارة الكوشية أو غيرها، بدت هذه الأشكال التشكيلية والجوانب المختلفة للرؤية الإبداعية الموجودة في الحضارة الكوشية، ولكن المعرفة هي أيضا يعني لها دور كبير في تشكيل الواقع لخلق مبدعين، الإلمام بهذه المعارف ولتكون هي أيضا ذائبة في الخط الوطني في حديثنا عن خلق مبدع مؤثر الآن، إلى أي مدى جمع المعارف يمكن أن يخلق مبدع مختلف. الثقافة في النهاية معرفة، يعني معرفة بأشياء كثيرة جدا، صحيح الأخذ من كل علم بطرف، ولكن التخصص واجب، يعني في بلد في عالم بيقتضي أن الناس يكونوا على إلمام بتخصصاتهم، فكل ما من يكون ملم جدا بتخصصه وكل ما أفاد البلد. ثم الثقافة هي اللي تطرح مشاريع كثيرة جدا يمكن أن يستفيد منها الناس، يعني ويلموا بها. القراءة ما مفتوحة، يعني العالم بقى مفتوح، ما هي العلم ما صار بأنه حكر لفئة معينة، فالعلم مفتوح في كل وسائل التواصل الاجتماعي، في كل وسائل الاتصال الحديثة. وأعتقد بأنه زي ما قلت إن المعرفة واجبة، يعني كل شيء، حتى الأدب ذاته، حتى الكتابة ذاته هي معرفة في النهاية. إذا كنت عايز تجود الكتابة، إذا كنت عايز تجود أي مهنة في الدنيا، يجب أن تكون على معرفة طبعا. صحيح، يعني الحديث عن المبدع المؤثر، يعني حديثي كان عن إنه المثقف المؤثر، بالتأكيد هم الذين خلقوا الاستقلال كانوا مبدعين مؤثرين، لذلك خلقوا هذا التغيير. اليوم في واقعنا قد يكون أثر المبدعين أو قليل من المبدعين المؤثرين، لأنه هو يعني في زاوية المعارف قد يكون عندنا مشكلات، في جانب آخر في إنه بناء الشخصية المبدعة نفسها. ففي رأيك وين المشكلات يعني في تكوين الشخصية المبدعة الآن ما أصبحت في الواقع مؤثرة؟ هذا سؤال كبير. طبعا الثقافة أو المثقف يمكن كثير من السياسيين ما برحبوا به، كثير من الأحزاب السياسية ما بترحب بالمثقف، لأنه المثقف محايد دائما، المثقف دائما منطقي وبعيد عن الاستقطاب، بعيد عن التعصب. مشكلتنا هي الانفصال بين الثقافة وبين السياسة، والانفصال بين أو التعالي أحيانا لبعض المثقفين عن ما يحصل في مجتمعاتهم. فإذا نزلنا الثقافة إلى كل المراحل، فتحنا المكتبات العامة، فتحنا دور، سهلنا دور الكتابة والنشر، مثلا منظمة المجتمع المدني إذا وسعناها وأعطيناها مثلا المقدرة على أنها تخاطب الجماهير، فأعتقد بأن الفاصل أو بين الناس بيضيق، والناس في النهاية بتبني البلد يعني. صحيح، وهي يعني تراكمات لقراءات لمشاهدات لغيرها مما يكون الإنسان المثقف والإنسان المبدع. ما بعد الاستقلال، وقفنا في زاوية خلق الاستقلال، ما بعد الاستقلال أيضا كان هنالك دور للإعلام في حديث أيضا عن الصحف اللي كانت وقتها موجودة، إذا تحدثنا عن الفجر أو النهضة وغيرها من الجوانب لوجود المثقف، ولكن يعني حتى الحضور في حس الانتماء الوطني قد يكون هو كان الدافع حتى للكتابات الموجودة وقتها، حتى تعريف الاستقلال وقتها. خلينا برضو نتكلم في حضور المثقفين ما بعد الاستقلال. يمكن الاستعمار خلق فئة معينة عشان تنفذ سياساته، حتى بعد خروجه السياسة كانت نخبوية، أقصد الثقافة كانت نخبوية شوية، يعني افتكروا إنه الناس هي من يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويقرأ في مؤسسات مثلا معينة، دي هو زول المثقف، هو زول الذي يجب أن يقود البلد. وحصل لحد الآن في جاب كده بين الناس متعلمين جدا وبين غيرهم، فلكن هذه ابتدت تزول يعني، والناس ابتدوا زي ما قلت هنا المعرفة بقت متاحة للناس كلهم، والتعليم الجامعي بقى متاح لكثير في كثير من الجامعات يعني. فهذا التعالي الثقافي أعتقد بأنه في دوره للانتهاء، ما في وصاية من مثقف تاني في على البلد دي، لكن أعتقد بأنه يجب الناس أن تجتمع وتتشاور وتتفق بأن البلد ما حق زول معين، وإنما حق الثقافات، ما ثقافة جهة معينة أو قبيلة معينة، هي ملك للوطن كله منذ آلاف السنين زي ما قلت. حقيقة، ومفهوم الثقافة يعني قبل ما نتحدث عن السؤال المطروح عن ما بعد الاستقلال،
مهم انه نتحدث عن نوع الثقافه نفسها وشنو هي الثقافه. يمكن يعني كثير من الناس مفهومهم اصبح للثقافه فيه مشكلات، يعني حتى الموصوفين بانهم مثقفين قد يكون فهم الثقافه زي ما ذكرت فيه شيء من التعالي، في حين انه هو يعني قد يكون العكس تماما، انه المثقف هو الموجود بين الناس الفاهم اللي له درجه من المعارف حتى بالواقع او غيره. وطبعا في بلدنا المثقف هو الذي يعرف الكلام، يجيد فن الكلام والشفاهية القاتلة زي ما بيقولوا، لكن المثقف هو الذي يعرف مشاكل البلد قبل كل شيء، واكب مستجدات في العالم كله، قلبه على الوطن، بيعرف ثقافة بلده قبل كل شيء. وزي ما قلت ما بالضروري هي الشهادات العليا زي ما قلت، وإنما يعني الشعوب الغربية في أوروبا الثقافة متاحة للناس كلهم، فعشان كده كلمة مثقف هناك يمكن تكون إطلاقة نادر، لكن هي ذات كلمة مثقف دي فيها نوع من الوصاية على الآخرين يعني، لكن أعتقد بأنه الوصف نعم أعتقد أن المعرفة متاحة للناس كلهم إذا اجتهدوا فيها يعني. وأعتقد بأنه بلدنا فعلا بلد تعدد الثقافي، تحتاج إلى أن الناس كلهم يعرفوا قدر الثقافة الموجودة في بلدهم، وبعد ذلك ممكن تطويرها يعني. صح، وهذا التنوع ممكن أن يشكل يعني المثقف المختلف. كنا بنتحدث عن ما بعد الاستقلال ووجود المثقفين ما بعد الاستقلال. زي ما قلت إنه برضو بعد طبعا دائما في أفريقيا مشاكل ما بعد الاستقلال كبيرة جدا، يمكن لحد الآن في ناس استقطبون الاستعمار وما زال يدور في فلكه حتى الآن بثقافته باستلابه للآخرين وكذا. يعني البلد ما مشت كويس بعد الاستقلال اكيد يعني، لكن ممكن افريقيا كلها، لكن الناس اللي اجتمعوا وقرروا مش قرروا اجتمعوا معنا اجتماعات، وانما عرفوا بانه بلدهم دي حقتهم كلهم بدون اي تفريق بدون اي جهويه بدون اي قوميه، انها قوميه، وان البلد بيبنيها اي زول فيها بمعرفته بمقدرته بكده يمكن ان تمشي الى الامام يعني. ويعني الحديث عن المثقف وعن المفكرين بالتاكيد كبير، ولكن يعني في رأيك في الواقع الآن كيف يمكن أن تخلق الشخصية المؤثرة المثقفة؟ إحنا كنا ابتدرنا الحديث بأنه يعني المعارف المختلفة، ولكن أيضا عندنا مشكلات يعني حتى في المطروح للثقافة، موارد الثقافة أصبحت يعني فيها مشكلات قد تكون حتى في إطار الخطأ والمعلومات الخاطئة، فكيف يخلق المثقف؟ هذا السؤال صعب طبعا، كيف يخلق؟ هي طبعا في النهايه الثقافه ما هو التعليم بس، يعني ممكن تكون متعلم جدا وما مثقف اكاديميا ممكن تجيد تخصصك بس، وممكن هذا التخصص فقط برضه مشكله كبيره. الثقافه هي الانفتاح على كل المعارف في الدنيا دي مثلا، يعني انت ممكن تكون بتعرف تاريخ بلدك وثقافته ومجتمعه ومجتمعاته، وبتعرف ادبه وبتعرف تاريخ يعني عظمته الثقافيه او عظمته في انه ينهض الى الامام بكل المقدرات اللي عنده. كيف نخلق المثقف؟ طبعا ده سؤال كبير جدا، اللي هو دي مهمه كثير من في الدول المتقدمه. الطفل بيربوه على انه يقرا كثير، يقرا خارج المقرر الاكاديمي، في مكتبات في المدارس، في مكتبات في زمان كان في مكتبات ضخمه جدا في المدارس، في حصه المكتبه، المكتبات في الخرطوم كانت كبيرة جدا، في الأقاليم كان القطر يوصل المجلات يوصل المعارف لكل الناس، الإذاعات كانت مسموعة بنايم، ثقافة الصورة يمكن ما كانت طاغية، لكن حس الآن يمكن الطالب يتخرج من الجامعة ما يكون عارف تاريخ بلده مثلا، ما يكون عارف حاجات كثيرة جدا عن وطنه. وطبعا ده تقصير من كثير من الحكومات المرت ببلادنا، يعني إننا ما خلقنا مثقف المستقبل يعني. صحيح هي الثقافة اجتهاد خاص في كثير من الأحيان، لكن هذا الاجتهاد الخاص ما برضه داير نوفر لهذه الشخصية نعم، داير مثلا مكتبات عامة، داير كتب رخيصة يشتريها، داير معارض دائمة، داير حاجات كثيرة جدا، دي مسؤولية الدولة قبل كل شيء يعني. وفي إطار المكتبات يمكن الآن يعني المعارف أصبحت موجودة أكثر من قبل، لأنه يعني زمان حتى لما كان المثقف مثقف كانت المكتبات صعبة والقراءة صعبة وغيرها، الآن يعني هذه الموارد للثقافة متاحة، ولكن هي دائما المشكلة في الشخصية أو تركيب الشخصية أو التربية أو غيرها يمكن تكون. نعم التربية، إذا كان الأب قراي بالبلد كده وعنده مكتبة والأم كده ممكن الطفل يشب على القراية وكده،
إذا كل مرة بنجيب لأطفالنا كتب مثلا مبسطة، كتب الأطفال في بلدنا برضه ما مهتمة بها، أدب الأطفال كده، أعتقد بأنه فعلا صحي إنها متاحة يعني عندك، لكن هذه يعني ما داير الزول يعرف هذا الشيء المتاح يعني، ويعرف إنه يعني النت فيه كل شيء، لكن ما بتقدر أنت إلا إذا كان عقليتك بتعرف إنه النت فيه شيء ممكن يفيد. صحيح وين المعلومة؟ صحيح وين المعلومة اللي أنت تستفيد منه؟ خاصة فيما يخص التاريخ يا دكتور عز الدين، يعني مهم نتحدث في هذه الزاوية. التاريخ السوداني في الإنترنت أو في المحتوى الرقمي فيه كثير من المشكلات، إذا كان على إطار المعلومات المغلوطة والمزورة وغيرها، أو في إطار التاريخ اللي كل إنسان يكتب التاريخ من زاويته يعني. نعم. فبرضو دي أشياء يجب الانتباه لها في القراءات ويعني جمع المعارف. صحيح، التاريخ السوداني كتبوه كثير من الأجانب وشوهوه وأرادوا به، يعني في ناس كثيرين من الأجانب زي بيقولوا إنه المفروض نحن ما ننال استقلالنا يعني، وإنه نحن محتاجين أكثر لغيرنا يعني، وكتبوه بصورة فيها غرض، والغرض زي ما بيقولوا دائما حتى في الكتابة نوع من المرض ونوع من فأعتقد بأنه نحتاج لإعادة كتابة تاريخ السودان وبطريقة يمكن أن يعتز بها الأجيال القادمة، لأنه يعني تاريخ مو التاريخ الحديث بس، حتى التاريخ القديم حضارة السودانية ما كتب عنه يعني كثير. صحيح. ونحن نمتلك يعني تاريخ وحضارة تستحق أن نحتفي بها، وهي بالتأكيد إذا امتلكناها ستصنع جيل مختلف في الحاضر. نحن شاكرين لحضورك دكتور عز الدين مرغني الأستاذ الباحث والناقد في حديث اليوم عن المثقف ودوره في الحركة الوطنية، وكيف يمكن أن نخلق مثقف في هذا الواقع في إسقاطات لكل هذه الأحداث على الواقع. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. كل عام وأنت بألف خير. وكل عام وأنتم وهذا الوطن بألف خير. مشاهدينا دائما هي حروف مختلفة وأمنيات نصيغها من خلال الصباح وحديث في الموسيقى والفن عن الوطن.